تابعنا وإياكم هذه الكلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى الرابعة لاستشهاد القادة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وتطرق الأمين العام لحزب الله للعديد من النقاط والتطورات، وربما نبدأ بما ختم به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، على اعتبار بأنها كانت مكان متابعة وترقب كبير، لا سيما بعد اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، الذي اعتبر الأمين العام لحزب الله بأنها جريمة خطيرة، وقال وعدت المقاومة قبلا وإن كانت بظروف ومعادلات مختلفة، لكن هذه الجريمة الخطيرة لا يمكن السكوت عليها، هذه الجريمة الخطيرة لن تبقى من دون عقاب، وبيننا الميدان والأيام والليالي، لأن ما جرى بالأمس خطير جدا على اعتبارين، ليس فقط لجريمة الاغتيال على خطورتها، اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وإنما أيضا الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي لم يحدث منذ عام 2006. والوقوف أيضا على هذه المواقف وغيرها، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد فيصل عبد الساتر مدير مركز دال للإعلام. نحن أمام أي معادلات دكتور؟ معادلات بلا مراعاة لأي مصالح، وأن المصالح اللبنانية إذا ما روعيت في السابق فإن رعايتها الآن سوف تكون إلى حرب بلا سقوف وبلا أي حدود وبلا أي أفق. وأنا أعتقد أن مثل هذا الكلام من سماحة السيد حسن نصر الله عشية الاحتفال بذكرى اغتيال الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس، وأيضا بعد ساعات من اغتيال صالح العاروري، هذا الكلام له معنى كبير. وهذه لأول مرة يتحدث السيد نصر الله بصراحة ووضوح عما حدث في 28 الأول من لبنان، وأن مراعاة المصالح اللبنانية كان هو الأكثر حضورا في هذه الجبهة المساندة لغزة. وهذا كلام يجب أن يفهمه الإسرائيلي والأمريكي وبعض الداخل اللبناني الذي يتماهى مع الأمريكي في كل ما يريده. مثل هذا الكلام قد يعني الإسرائيلي الكثير الكثير، وأنه عليه أن يجب أن يفكر مليا وجديا بأن أي مغامرة مع لبنان وأي فتح لحرب مع لبنان، نتحدث عن حرب ولا نتحدث عن جبهة مشتعلة، نتحدث عن حرب، والحرب لها مدلولات مختلفة، ومصطلح الحرب في القتال مصطلح مختلف تماما عن هذا الذي يجري الآن. ما الذي يستدعي ذلك دكتور فيصل عبد الساتر، وأن يعني بدأ وأسس لهذا الموقف السيد حسن نصر الله عندما قال أو تحدث عما نقل بأنه كان في محاولة إسرائيلية للاستفادة من فرصة في توقيت 7 أكتوبر، والعالم يحتشد خلف الرواية الإسرائيلية بأن يحاول أن يصفي المقاومة ليس فقط في غزة والضفة وأيضا في لبنان، وتحدث عما يعني تم طرحه في نصح أمريكي ذلك نتيجة قوة المقاومة وفتح الجبهة والاستعداد والاستنفار في 8 و8 و9 أكتوبر، والذي فوت على الاحتلال يعني عامل المفاجأة والاستفراد بلبنان من خلال أي حرب تشن. لكن بعد ذلك كان واضحا عندما حدد أنه إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان سيكون قتالنا بلا سقوف بلا ضوابط، وهذا يعني ما أعني بأننا لا نخاف من الحرب ولا نخشاها كما قلنا سابقا، ومن يفكر بالحرب معنا سيندم، الحرب معنا ستكون مكلفة جدا جدا جدا. إذا شنت الحرب على لبنان فمقتضى المصالح اللبنانية أن نذهب بالحرب إلى الأخير وبلا ضوابط. هذا أيضا ما الذي يستدعيه في هذا التوقيت مع خلفية الحديث أنه في 7 أكتوبر فكرت إسرائيل جديا ربما أن تفتح حربا على لبنان؟ أولا، لحظة الاستفادة من الجنون الإسرائيلي قد ولت إلى غير رجعة. نحن نتحدث الآن عن لحظة استعادة شيء من العقل ما بعد الجنون، بحيث أن السردية الأولى الآن سقطت إلى غير رجعة. نتحدث الآن عن إعادة بعض التوازن إلى العقل الإسرائيلي إذا صح التعبير. لكن ما قاله سماحة السيد أستاذتي العزيزة أنه رسالة
إلى الوسطاء الذين سيأتون إلى لبنان في اليومين المقبلين، وهوكستين منهم الأسبوع القادم. طبعا هوكستين واحد من هؤلاء الذين يظنون أنهم بتقديم بعض النصائح المغلفة بتهديدات أنهم ممكن أن يردعوا المقاومة أو يلعبوا على الانقسام اللبناني. ما قاله سماحة السيد ليس موجها إلى الإسرائيلي فحسب، بل هو موجه إلى الأمريكي. والإسرائيلي هنا الذي فاته أن يستفيد من لعبة التوريط الأمريكي في المرة الأولى، يريد الآن من جديد أن يعاود المحاولة عبر توريط الأمريكي مجددا، خاصة أن هوكستاين لا يحمل في أجندته سوى المصالح الإسرائيلية المغلفة بما يطرحه بعض الأحيان من إعادة الكلام عن ترسيم البري والنقاط المتحفظ عليها وشيء من الإغراءات قدمت سابقا. طبعا البعض نفى في لبنان مثل هذا الكلام، والبعض الآخر قال أن أي شبر من أرض الجنوب لا تساويه أي مناصب في هذه الدولة اللبنانية، وهنا أتحدث عن الرئيس بري شخصيا الذي نفى ويعني احتد بشدة على مثل هذه الأقاويل التي روجها السيد سمير جعجع. بكل حال الإغراءات الأمريكية لا تزال موجودة إلى بعض الأطراف في الداخل اللبناني، والكلام هنا أيضا من سماحة السيد غمز من بعض الذين لا يزالون يحملون يعني فكرة المجتمع الدولي والقرارات الدولية وإعادة التذكير بأنه لا يمكن أن يحميك إلا إذا كنت قويا. هو يشير بشكل أو بآخر إلى أن قوة لبنان الآن في هذه المقاومة التي تمنع أي جنون إسرائيلي وتمنع أي حرب من إسرائيل على لبنان، لأنها تخاف. وربما دكتور فيصل هناك هامش بدا وأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحاول أن تلعب به خارج حيز الخطوط الحمر وقواعد اللعبة، لذلك بدا لافتا فيما قاله الأمين العام لحزب الله بأنه أهم رسالة من فتح جبهة لبنان في 8 و9 من أكتوبر أن للبنان مقاومة شجاعة جريئة قوية لا تخاف من أحد وليست مردوعة، والنقطة التي أسأل عنها ليس لديها أي حسابات يمكن أن تمنعها من الدفاع عن شعبها، وما يعني كان ضمن موضوع الأمور الضوابط لمصالح لبنان الآن، مصالح لبنان إذا ما كان هناك أي يعني شن حرب على لبنان ستدفع للذهاب مثل هكذا حرب. لكن الرسالة في موضوع من يظن أن هناك حسابات قد تمنع المقاومة أو تردعها من حماية شعبها، هذا في توقيت اغتيال رضي موسوي واغتيال أيضا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، لمن يوجه وما دلالاته؟ يعني طبعا أولا يعني الإشارة إلى مسلسل الاغتيالات هو ليس بالأمر الجديد. طبعا حساب المقاومة مع لعبة الاغتيالات التي انتهجها العدو الإسرائيلي هي يعني مسألة قديمة ولا تزال مفتوحة، وأنت تعلمين وكل المشاهدين يعلمون ويتابعون تماما خطابات السيد نصر الله وخطابات حزب الله أن الحساب لا زال مفتوحا منذ اغتيال الشهيد القائد الكبير عماد مغنية وما تلاه من اغتيالات وصولا إلى اغتيال القائد الكبير مصطفى بدر الدين وغيره من الشخصيات إلى الجنرالات الإيرانيين وصولا إلى السيد رضي الموسوي وانتهاء يعني الآن بهذا الاغتيال الأخير. طبعا هذا الأمر الآن صحيح أنه يعني قد يكون له حساباته المختلفة، لكن أتحدث هنا بلغة الواثق، وأنت أشرت إلى نقطة وهذه الالتقاطة مهمة، لأن ختام الجملة التي قالها سماحة السيد نصر الله أن الحرب بلا سقف وبلا أفق وبلا أي ردع، لكن أيضا هو يعني ختم الكلمة بأن الدفاع عن المصالح اللبنانية والدفاع عن مصلحة لبنان وشعب لبنان وحماية لبنان تقتضي منا الذهاب إلى هذا النوع من الحروب التي لن يكون لها أي سقوف. وبالتالي هي أيضا رسالة طمأنة إلى بعض اللبنانيين الذين لا يزالون يعني يتحدثون بلغة الأمريكي، ويعني اسمحي لي وإن كان السيد لم يقصدها لكن هو قال بلسان الغربيين، لكن أنا أسمح لنفسي بأن أقول أن البعض يتحدث بلسان فيه شيء من الأسرى لا أكثر بكثير مما يعني يقتضيه الحال
عند الإسرائيلي عندما يريد ربما هو الحيز الذي يراد من خلاله فهم وطنية يعني والتفويض الوطني في العمل للمقاومة الإسلامية في لبنان، هذه المشروعية بأنه تحسب حساب لبنان، مصالح لبنان، مصالح الشعب اللبناني، وعندها هنا مرحلة قراءة أيضا في المستوى الذي وصل إليه التهديد، وبالتالي الموازنة بين الضوابط التي كانت ضمن هذه المشروعية الوطنية لحماية مصالح لبنان التي وصلت لمرحلة أعلى قد تستدعي ربما التذكير والتنبيه بأن هذه المقاومة ليست مردوعة. شدد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن هذه المقاومة ليست مردوعة وليس لها حسابات قد تمنعها عندما تصل لمرحلة لحماية مصالح لبنان وشعب لبنان أن تتخذ خيارا بالذهاب لفتح حرب بعيدة عن كل الضوابط، لا سقف ولا حدود لها. هذا يحرر كثيرا ربما موازين التي كانت توضع فيها أو دائرة الخطوط التي توضع فيها خيارات وخطوات المقاومة. ربما الكثير من النقاط تحتاج للوقوف عند هذه الكلمة المهمة جدا للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، فسر وفصل فيها الكثير وقال المزيد يوم الجمعة المقبل، وفيه أيضا تفسير لأهمية جبهة لبنان وبعض التفاصيل الخاصة حتى في داخل أو في الشأن اللبناني. لكن ربما الخلاصة التي يمكن أن نقف عندها هو ما ختم فيه تعداد أهمية النتائج التي جاءت حتى الآن بطوفان الأقصى، بأن هناك عبرة للجميع، أثبتت أن المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والقانون الدولي ليس قادرا على حماية أحد. إن كنت ضعيفا لا يدافع عنك العالم، ما يحميك هو قوتك وسلاحك وصواريخك، وقوتك هي ما تجعلك موضوع وحضور وتحترم ويتم التعامل معك. هذه خلاصة كبيرة أيضا ستكون محل متابعة ونقاش مع باقي مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد دقائق على رأس الساعة. شكرا جزيلا لك دكتور فيصل عبد الساتر مدير مركز دال للإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. مشاهدينا إلى اللقاء، نستأنف على رأس الساعة.